500 درهم كل راس غنم اللي عنده اللي دخل 400 فما فوق ياك هذه هي وبشحال دخلوا هما هاد الغنم هذا ما عارفينش كنسولوا انتما انا كيقولوا 600 درهم ياك 600 درهم هو شرا 600 درهم دعم ب 500 يعني 100 درهم اخرى 1000 يعطيك ستر يعني بلا اعفاءات الضرائب وداك الشيء يعني خصو شحال خصو شحال كيتباع ما عرفتش 2700 3000 درهم يعني هو مقيم عليه 100 درهم نزيدو مصاريف اخرى نقولوا مقيم عليه ب 500 درهم كاع 500 كاع مقيم عليه هذا الحول شحال كيتباع المواطن واش مشكل في الرقابه زعما الرقابه وما عرفناش هادشي فين كيمشي واش كيمشي للفلاح الكبار كيمشي كاين تجار ازمات ديروا الدعم بحال اللي درتو في كورونا خرجوا واحد الدعم فعاط لي دعمتو نتوما هاد 500 درهم هاد لكل راس غنم اللي جا فعطيوها زيدوا عليها واحد 500 وهذا وعطيوها اه علاش